أخذ بناته الاتنين ونزل علشان يصلي العيد وفضلت أمهم في البيت لوحدها. خلصت صلاة العيد رجعوا البنات مع أولاد عمهم على بيت جدهم. الراجل رجع البيت علشان الزوجة كان مفروض إن هي قاعدة ومحضرة الفطار وتمام التمام، بيحاول يفتح باب الشقة ما تفتحش. مرة واتنين وتلاتة الباب مقفول من جوه لغاية ما الزوجة فتحت علشان بعد كده نشوف. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة، وقضية جديدة تفاصيلها مثيرة إلى حد لا يتخيله عقل. ابتدت أحداثها في صلاة العيد. في التوقيت ده الزوج كان عايش حياة عادية جدا، موظف، والراتب اللي بيقدر يحصل عليه من وظيفته في شركة من شركات القطاع الخاص كان بيخليه عايش كويس جدا في منطقة شعبية بسيطة. عنده بنتين صغيرين، الكبيرة عندها 10 سنين واللي أصغر منها عندها 7 سنين، متزوج من ربة منزل. في اليوم ده العيد جه الصبح، صحي من النوم هو وبناته الاتنين ومراته قبل صلاة العيد. قالت له يلا قوموا روحوا انتوا صلوا وانا هبقى موجودة في البيت، عندي ظروف بتمنعني ان انا انزل اروح اصلي العيد معاكم. مفيش مشكلة، حضري لنا لقمة وانا هاخد البنات وهعدي على بيت جدهم، اخد عيال لعمامهم وهنروح كلنا نصلي العيد وهرجع تاني. الراجل اخد بناته ونزل علشان يصلي العيد. الزوجة فضلت لوحدها في البيت، مفروض ان هي بتعمل لهم يعني افطار الصبح. خلصت صلاة العيد والبنات راجعين مع عيال اعمامهم وجدهم، راحوا على بيت جدهم اللي موجود في نفس المنطقة. الراجل رجع علشان ياخد زوجته ويروحوا يفطروا مع بعض في بيت جدهم، في البيت الكبير يعني بيت العيلة. طلع السلم بهدوء، بيفتح الباب، بيحط المفتاح في الباب، ما بيفتحش الباب. مرة اتنين وتلاتة بيحاول، ما بيفتحش الباب لان هي حاطة مفتاح الشقة بتاعها من جوه، فبالتأكيد بيبقى صعب ان المفتاح يفتح من بره وفيه مفتاح الشقة محطوط جوه بطريقة معينة، كمان في ترباس موجود في الباب من جوه مش راضي يفتح. بعد محاولة واتنين وتلاتة مفيش، فبيدق الباب بقوة، فبتطلع الزوجة بالملابس الداخلية على حد ما بيحكي في رسالته لبرنامج المحاكمة، والراجل اتكلم بالتفاصيل المملة يعني في الرسالة، وبيقول ان انا اتفاجئت ان هي جاية مش على بعضها، كانت بالملابس الداخلية ومتوترة شوية. وقالت له كرد فعل استباق يعني، قالت له انت مالك بتخبط ليه، بترزع ليه، ما انت مش عارف، ما بالراحة شوية، هي الدنيا طارت. قال انت ما بتفتحيش ليه، قالت له او حتى مفتاح من جوه ليه، قالت له ما انا لوحدي وانت عارف ان انا متعود على كده. قال مين اللي متعود على كده، انت ممكن تنامي في الشقة وتسيبي الشقة مفتوحة ولا بيهمك اي حاجة، وانا تايه عنك ليه حتى المفتاح من جوه قافله بالترباس. قالت له ما اصل صلاه العيد بقى والناس بتصلي هناك في المكان الواسع يعني اللي هم بيصلوا فيه، ايا كان نادي او ساحه شعبيه او غيره، وقلت يعني حطيت المفتاح علشان ممكن حد يدخل عليا ولا كده. بيقول ان انا قلقت فدخلت بالراحه، عملت ان مفيش حاجه يعني، وقلت لها طب فين الاكل، قالت لي لسه بعمل الاكل. دخل بالراحه قعد وراح باصص تحت السرير، ما لقاش حاجة. مشي بهدوء كده لغاية المطبخ، ما لقاش حاجة. بص هنا ما لقاش حاجة، هنا ما لقاش حاجة، فعمل انه بيغير. فراحت قبل ما يروح يوصل للدولاب يعني، فقالت له رايح فين، طب تعالى ساعدني، اصل في حاجة في الحمام مش مظبوطة، في حاجة في المطبخ. المهم بيقول كانت بتحاول تلهيني بأي شكل من الأشكال ان انا اروح ابعد عن أوضة النوم، وأنا كمان أصريت إن أنا أتواجد في أوضة النوم، أبص من الشباك، بص هنا مفيش، لغاية ما الراجل وصل للحظة الحاسمة في قصة النهاردة. من بعد ما صلى العيد ومن بعد ما الناس كلها بتحتفل ومن بعد ما أبوه مستني إنه يروح يجيب مراته ويروح يفطروا مع بعض في بيت العيلة الكبير، ولا افطار مع بعض بقى، ولا اللي كانت بتحضر له، ولا اللي كان بيحضر له هو وبناته هيتم،
راجل راح فتح الدولاب اتفاجئ انه فيه راجل موجود في الدولاب. مين ده؟ راجل ما يعرفوش. مين ده؟ قالت له انت طبعا هتفتكر حاجة مش عارف ايه، ما هو انت مخك كذا، انت مخك كذا. الراجل بيقول الست كانت بتتكلم قدامي بتحرك بقها والراجل بيحرك بقه، انا ما كنتش سامع اي حاجة. كل اللي انا قدرت اعمله ان انا رجعت بسرعة لباب الأوضة ورحت قافل باب الأوضة بمفتاح وحاطت وراها كرسي ورحت راجع، شلت اللي لقيته قدامي. واللي لقيته قدامي في ساعتها كانت الشماعة بتاع الملابس اللي واقفة دي، ونزلت على الشخص ده فتحت له راسه وجيت على الست دي وفضلت نازل فيها ضرب قدامه. حتى الشخص اللي يعني اللي مفروض جاي للست دي وقاعد معاها ما فكرش لثانية انه يروح يدافع عنها، وانا نازل عليها بشماعة الهدوم ضرب لغاية ما دمها سال وجسمها بقى كله بينزل دم وهو كذلك. فكرت في اللحظة دي ان ممكن مفيش حد يصدقني، ان هي ممكن تنكر، ان هما الاتنين ممكن يقولوا اي حاجة وما اقدرش اثبت ده قدام الناس. فتحت الموبايل بتاعي وخليتهم هما الاتنين موجودين قدامي على السرير وصمرتهم وهم بيعترفوا بتفاصيل الموقف، وقررت ان انا ما روحش ارفع قضية اثبات زنا، ما روحش ارفع اي قضايا علشان هدف واحد بس، هو مش صيانة للست من الفضيحة، بالعكس صيانة لبناتي علشان ما يفضلش في تاريخهم وما يفضلش قدام الناس ان امهم كانت متلبسة بالخيانة الزوجية بالشكل القذر ده. حافظت على بناتي وحافظت على سمعة بناتي اللي مهما مر الوقت مش هتمحوها الايام، وقررت ان انا اروح اطلق الست دي غيابي. وبيقول انا مش عارف اعمل ايه، خايف من كتر الضغوط عليا من الست القادرة دي ان انا اروح بالفعل انشر الفيديوهات واخد الفيديوهات واروح ارفع عليها قضية، ساعتها هتبقى فضيحة لبناتي وليها، وده اكتر حاجة يعني انا حريص على ان هي ما تحصلش، بناتي وسمعة بناتي. وانا بقول له انت لو رحت نزلت الفيديوهات دلوقتي ولا الصور ولا الحاجات دي فعلا مش هيتأذي غير بناتك. انت بتقول بناتك دلوقتي وصلوا 12 سنة ولا تقريبا 9 سنين، يعني سنتين ثلاثة وحيبقوا عرايس، لو رحت فضحت بالشكل ده بالتأكيد محدش هيتضر غيرهم. انت رعيت ربنا وسترت علشان خاطر بناتك، كمل للآخر، حافظ على هدوءك وثباتك، واعرف انه مسك الضر بالفعل وانت اتضررت، لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك وهيعوض عليك وهيجيب لك حقك. ودعوة المظلوم مفيش بينها وبين المولى سبحانه وتعالى حجاب. المساحة مفتوحة امام السادة المتابعين علشان يقولوا رأيهم لبطل حلقة النهاردة. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ونلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة. دمتم بخير.